سنة وانتم طيبين ورمضان كريم لأغلى حاجة في حياتي. أشيل أهو بالشكل ده، بصوا بصوا الشعر بقى اللي طلع، بصوا بقى شايفين الشعر ده، هنشيله بكل سهولة دلوقتي اهو. انا اصلا مش مشعرة قوي، بس بصوا بقى الشعر الصغير ده، بصوا بقى شايفين الشعر الصغنون ده اهو، الشعر ده بقى هنشيله دلوقتي بدون اي ألم. يلا هنشوف هنشيله ازاي. اول حاجة معايا النهاردة هحتاجها في الوصفة دي، معايا هنا الخميرة اللي انا بستخدمها للكيك، اي نوع من انواع الخميرة معايا. هاخد معلقة واحدة بالشكل ده اهو، هبدأ اضيفها في الطبق بتاعي، وكمان معايا هنا معلقة صغيرة من النشا او المايوزين او الكورن فلاور، هخلطهم كده بالشكل ده اهو، وهنضيف عليهم مية عادية خالص. لو انت ما عندكيش مية ورد ممكن تضيفي مية الورد، لو ما عندكيش مية ورد ضيفي مية من العادية خالص، مش لازم مية ورد. هضيف بس حاجة صغيرة قوي، معلقة اهو، وهخلط بحيث ان هو يبقى كريم معايا، مش عايزاه طبعا يكون ناعم قوي اهو، بصوا بحيث ان هو يبقى كريم بالشكل ده اهو. كده بقى الكريم معايا بقى جاهز ان انا استخدمه. هبدأ بقى استخدمه ازاي. طبعا اول حاجة بغسل المكان اللي انا عايزة ازيل منه الشعر. طبعا انا وريتكم الشعر بس ايه عشان الاضاءة بس مش مبينة قوي، هنشيله دلوقتي مع بعض والقطنة ونشوف هنشيله ازاي. تمام، بخلط كده اهو، وهبدأ بقى اجي افرد كده على اهو، نفرده على المكان اللي فيه الشعر بالشكل ده اهو، وبوزعه كله. المكان ده عندي فيه شعر وهشيله دلوقتي قدامكم بالقطنة اهو، هسيبه بس كده لمدة 5 دقايق، 5 دقايق بس كده اسيبه اهو، بس افرده كويس قوي كده. حتى بصوا مكان الشعر بيبقى فيه الاماكن المفتوحة دي كده، وهسيبه وانتي بس قاعدة ادعكيه كده 5 دقايق، وهنشيله دلوقتي مع بعض. بصوا بقى انا دلوقتي بقى سبتها ايه 10 دقايق بس اهو زي ما انتوا شايفين، ومعايا بقى القطنة اهي، القطنة فاضية اهي ما فيهاش اي حاجة، بصوا اهي القطنة ما فيهاش اي حاجة. هبدأ بقى احط القطنة كده وابدأ اشيل اهو بالشكل ده، بصوا بصوا الشعر بقى اللي طلع اهو، شايفين اهو الشعر اهو في القطنة. هبدأ امسح تاني اهو اهو، بصوا الشعر بيطلع كله معايا اهو بكل سهولة ومن غير اي وجع ومن غير اي عذاب، بيطلع معايا بكل سهولة اهو زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى هوريكم بقى طريقة حلوة جدا برضو تخلي الشعر ما ينبتش تاني ابدا، الشعر هيفضل بقى معاكي فترة طويلة تغيبي كتير قوي قوي على ما ايه ما تبدأي تزيلي شعر تاني اهو. انا طبعا بكمل، بصوا اهو بصوا، يعني انا مش عاملة مونتاج ولا اي حاجة، هو قدام منكم الشعر بصوا في القطنة، بصوا زي ما انتم شايفين اهو. بعد ما كملت بقى ايديا كلها، بصوا بقى البياض، بصوا بقى الشعر اللي طلع اهو بكل سهولة وبدون اي الم، وكمان بيديني تفتيح حلو جدا جدا اهو زي ما انتم شايفين، مفيش شعر خالص خالص، ولا حسيت باي الم ولا باي حاجة وانا بزيله. الشعر اهو قدامكم.
هبدأ بقى دلوقتي اقول لكم على طريقة حلوة جدا هتخلي الشعر ده بقى ما ينبتش تاني غير بعد فترة طويلة جدا جدا، وهيغيب قوي قوي على ما يطلع ويبدأ يطلع تاني، تمام؟ بالذات الناس بقى المشعرة، الناس اللي عندها شعر كثيف قوي، بالذات للمناطق الحساسة اللي بيبقى الشعر فيها كتير او كثيف، وكمان بيدي تفتيح حلو قوي قوي للمكان. يلا بينا نشوف ايه بقى الزيت اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي. جميل جدا، تابعي معايا الفيديو بقى يلا للاخر، وما تنسيش بقى تشجعيني باللايك، لايك كتير قوي للفيديو عشان تستفادوا كلكم بالفيديوهات اللي انا بنزلها ان شاء الله. بعد بقى ما غسلت ايديا، بصوا بقى كمان بتدي تفتيح حلو ازاي وتبييض، بصوا الشعر كله بقى طلع معايا في القطنة زي ما وريتكم. بعد ما زلنا الشعر بقى زي ما انت شفتوا اهو بالشكل ده، اهو واضح جدا في القطن اهو، بصوا بعد ما زلته وزلته قدام منكم، جايبالكم بقى زيت من الزيوت التحفة قوي قوي اللي بتمنع نمو الشعر تاني. بس لو هندهن الزيت ده يبقى بلاش تغسلي ايديكي بعد ما تزيلي الشعر بالقطنة، يعني بعد ما تزيلي الشعر بالوصفة بتاعتنا اللي احنا عملناها دي ما تغسليش ايديكي بقى بالمية، سيبيها زي ما هي كده، مسحيها بس بالمنديل او مسحها بالقطنة زي ما عملنا كده اهو. بعد ما شلنا الشعر مش عايزين نغسلها بالمية، ليه بقى؟ عشان المسام تبقى مفتوحة واحنا بنعمل خطوة الزيت دي. لو الزيت مش موجود عندك يبقى خلاص اغسليها بقى عادي، بس حاولي تجيبي الزيت ده لانه حلو جدا جدا، بيمنع نمو الشعر تاني وبيخلي الشعر ما تنبتش تاني الا بعد فتره طويله قوي، تمام؟ انا معايا هنا زيت من الزيوت الحلوه قوي وهو اسمه زيت السعد او زيت السعد، يعني حسب النطق بقى بتاعه، اسمه زيت السعد، بنجيبوه من عند العطار. لو مش متوفر في اي دوله حاولي تجيبيه باي طريقه، هو بجد يعني تحفه جدا جدا جدا، بس استخدميه زي ما انا هقول لك دلوقتي، ان في ناس بتاخد الاسم وبتستخدم الوصفه غلط وما بتجيبش معاها نتيجه، والاخر يقولوا من الوصفه ما جابتش نتيجه. بصي هنستخدمه زي ما هقول لك كده، بعد ما زلنا الشعر زي ما قلنا مش هنغسل ايدينا، هنسيبها او المكان او المنطقه الحساسه او الرجل او اي مكان انت زلت منه الشعر زي ما زلناه دلوقتي. هنعمل ايه بقى؟ هناخد كده اهو من زيت السعد ده معايا هنا، تمام؟ معايا بس قطعة قطنة صغيرة كده اهو، هاخد من زيت السعد ده على القطنة كده اهو، بصوا، وهبدأ بقى اجي كده عند المكان اللي انا نزلت منه الشعر، هبدأ امسح كده بالقطنة. انا نزلت الشعر بقى خلاص ماشي، همسح كده اهو وهسيبه كده، هندهنه من بالليل وتسيبيه لحد تاني يوم. في ناس مثلا بتدهنه ساعة وتيجي مسحها على طول، لا، ادهنيه مثلا من بالليل، يعني سيبيه على المكان اللي انت زلت منه الشعر 12 ساعة، واحسن حاجة طبعا ان هو يكون بالليل قبل ما تنامي. زلنا الشعر خلاص، ندهن كده اهو بالشكل ده، وهنسيبه بقى 12 ساعة، نقوم الصبح بقى نغسله ونغسل مكان، تاخد الشاور بتاعك او تغسل المكان بالصابون كويس جدا، تمام؟ هنعمل كده كل قد ايه بقى؟ اعملي كده كل يوم، يعني انت زلت الشعر النهاردة كل يوم اعملي كده لمدة 7 ايام، مش نعمل مرة وخلاص. يا حبايب قلبي اهم حاجة نعمل الوصفة زي ما بنقولها، لان لو ما عملتيش الوصفة زي ما انا بقولك خدت اسم الزيت وخلاص، لا مش هتستفادي، يعني اعملي زي ما انا هقول لك بالظبط، هتيجي دهنه مره وخلاص؟ لا طبعا. زي ما قلت لك كده، ما تغسليش المكان، ما تغسليش المكان بعد ما تزيلي الشعر عشان المسام تبقى مفتوحه، وبعد كده ندهن لمده 7 ايام من بالليل لحد تاني يوم الصبح. هتتفرجي بقى وتشوفي ان شاء الله، ان شاء الله مش هيطلع لك شعر غير بعد فتره طويله، يعني ممكن يقعد 3 4 شهور الشعر، حتى لو طلع بيطلع صوانطوط جدا جدا وسهل ان هو يتزال باي طريقه. لكن الناس بقى المشعره ديت بجد ده الحل الوحيد ليكي، اللي هو زيت السعد ده، زيت السعد ده الاسم واضح على العلبه اكتر اهو، زيت السعد بنجيبه من اي عطار، اي عطار، تمام؟ طبعا اتمنى ان شاء الله الوصفه ناجحه وجميله جدا جدا جدا، وانتوا شفتوا الوصفه قدام منكم وجربتها، تمام؟ اتمنى ان انتوا تعملوها، وعايزه رايكم فيها بجد. اوعي ما تعمليش الوصفه ديت، واوعي ما تجيبيش الزيت ده. الناس المشعره الوصفه دي حلوه جدا جدا طبعا للعرايس، عرايس العيد واي حد طبعا بيحب يزيل الحلاوه، بيحب يزيل الشعر بدون الم، هتستفادوا بيها باذن الله.
حبيب قلبي، اتمنى ان شاء الله ان الوصفه النهارده تكون عجبتكم، ووصفه فعاله جدا جدا وانا جربتها قدامكم. ما تنسوش بقى تشجعوني باللايك، عايزين لايكات كتير قوي للفيديو ده، وان شاء الله استنوني فيديوهات تانية كتير جديده مع جيجي كل حياتي. باي باي. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم لاغلى حاجه في حياتي.